السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن البيروبين. الجزء الأول هنتكلم فيه عن البيروبين ميتابوليزم، والجزء الثاني هنتكلم عن إزاي نفسر نتائج البيروبين في الحالات المرضية المختلفة. أول حاجة البيروبين ميتابوليزم، اتفقنا قبل كده إن الـ RBCs بتتكسر بعد 120 يوم، ومكان تكسيرها بيبقى في السبلين عن طريق الماكروفاج اللي موجودة في السبلين. الـ RBCs بتوصل للسبلين، بتاخدها الماكروفاج، بتكسرها لمكوناتها الرئيسية اللي قلناها قبل كده. أول حاجة هو اسمه هيموجلوبين، ففي هيم وفي جلوبين. الجلوبين بيتكسر لأمينو أسيدز، ويرجع تاني الجسم يستعمل الأمينو أسيدز في بناء البروتينات. تاني حاجة الهيم. الهيم كان عبارة عن رينج اسمها بروتوبورفرين وحديد، هيديني تاني الحديد والبروتوبورفرين. الحديد طبعا هيرجع تاني للدم عشان يستعمله تاني في إنتاج الهيموجلوبين. باقي البروتوبورفرين هيتحول بروتوبورفرين لحاجة اسمها بليفيردين. بليفيردين ده توكسيك، مش هينفع الجسم يستعمله زي الحديد وزي الأمينو أسيد، فلازم الجسم يتخلص منه. البليفيردين بيتحول لبيلروبين، ولكن البيلروبين ده ليبيد سوليبل، فمش هينفع نتخلص منه عن طريق الكدني، لأن الكدني هتعمل له كومبليت ري ابزوربشن، هترجعه تاني للدم، فمش هينفع إننا نتخلص منه عن طريق الكدني. فباقي عندنا الليفر، هنتخلص منه عن طريق الليفر، ولكن إزاي هو يوصل للليفر وهو ليبيد سوليبل؟ يعني مش هينفع يمشي في الدم، لأن الدم معظمه ميه، فإذا لازم كارير يشيله علشان يمشي في الدم ويروح للليفر. الكارير اللي عندنا هو الألبومين. الألبومين اللي موجود في البلد هيشيل البيلروبين. ادي الألبومين وادي البيلروبين يوصل للبلد عن طريق الألبومين. الألبومين هو شايل البيلروبين، هيوصل للليفر. ادي الليفر، هيدخل البلروبين ويفضل الالبومين موجود في البلد. دخل البلروبين، هنا هيحصل تفاعل داخل الليفر اللي هو ايه، في مادة في الليفر اسمها جلوكيورونيك اسيد، دي بتتحد مع البلروبين عن طريق انزيم مهم جدا اسمه جلوكيرونايل ترانسفيريز. الإنزيم ده هو المسؤول عن اتحاد الجلوكيرونيك أسيد مع البيروبين، والناتج هيبقى بيروبين كونجوجيتد أو متحد مع مادة تانية بالمنظر ده، اسمه كونجوجيتد بيروبين. وطالما هو كونجوجيتد مع حاجة تانية يبقى البيروبين اللي قبل كده unconjugated. محدش يقول هو conjugated مع الألبومين، لا، هو الألبومين هنا كارير فقط وليس في تفاعل حقيقي بينهم، لكن التفاعل الحقيقي هنا. طيب ايه اللي نتج هنا من اتحاد المادة دي مع البلروبين وأصبح اسمه conjugated؟ اللي نتج عنه ان البلروبين ده أصبح هيدروفيلك ووتر سوليبل، يعني ينفع الجسم يتخلص منه بعد كده بسهولة. نقطة بسيطة هنا، الكونجوجيت البلروبين ده المفروض هيمشي في القنوات المرارية البايل داكتس مع العصار الصفراوي مع البايل، ولكن جزء بسيط منه هيرجع في الدم، وهو ده اللي احنا بنقيسه
في التحليل بتاعنا بتاع الدايركت بالروبين. يبقى الكونجوجيتد او الدايركت بيرجع منه جزء بسيط يرجع في الدم، زي ما احنا شايفين نسبته بالنسبة للانكونجوجيتد اقل. احنا عندنا الكونجوجيتد النورمال بتاعه up to 3 من 10، وبعض الكيتس 4 من 10، لكن ده بيبقى في حدود 8 من 10. يكمل الكونجوجيتد سكته في البايل داكتس وينزل. طبعا العصارة الصفراوية أو البايل بيصب في الاثنى عشر، والاثنى عشر بعد كده للسمول انتستين واللارج انتستين، وبعد كده في الستول. هنشوف ايه اللي هيحصل للكونجوجيتد ده اول ما يوصل للديودينم او الاثنى عشر. اول ما يوصل البكتيريا اللي موجودة في الديودينم بتشتغل عليه وتفصل الجلوكورونيك اسيد من البيلروبين وتحوله لحاجة اسمها يوروبيلينوجين. يبقى في الاخر البيلروبين راح للليفر، وبعد الليفر سكريتد في البايل في البايل داكتس، وبعد كده بيروح للديودينوم، وعن طريق الانتستينال بكتيريا بيتحول ليوروبيلينوجين. اليوروبيلينوجين ده جزء منه بيرجع تاني للليفر في حاجة اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن، وبعد كده تاني يتم إفرازه مع البايل ويرجع تاني وهكذا. عشان كده سموها سيركوليشن، انتيرو هيباتيك سيركوليشن. 5% منه بتروح للكيدني، لأن احنا قلنا دلوقتي إن هو هيدروفيلك، يعني ممكن يتم إفرازه في الكلية. 5% فقط بتوصل للكدني ويتم إفرازها مع اليورين. فإذا في تحليل اليورين بنقول إن اليوروبيلينوجين تريس، لأن كمية بسيطة جدا اللي بتوصل. طب الكمية دي ما ينفعش توصل للكدني لأن هي ليبيد سوليبل. باقي اليوروبيلينوجين بيكمل مع الانتستين وبيبقى هنا يسمى ستيركوبيلينوجين، والستيركوبيلينوجين ينزل مع الاستول. ده شرح مبسط للميتابوليزم بتاع البيلروبين، جه منين وبعد كده راح الدم، وبعد كده الليفر، ومن الليفر وصل لسمول انتستين، وبعد كده مع الاستول. إن شاء الله في الجزء الثاني هنتكلم عن تفسير نتائج البلروبين، امتى الانكونجوجيتد بس هو اللي يزيد، وامتى الكونجوجيتد بس هو اللي يزيد، وامتى الاتنين يزيدوا. تنويه بسيط بس، في الفيديو اللي فات لما جينا نتكلم عن الهيموجلوبين قلنا معلومة ان في حالات السيكل سيل انيميا بيبقى الامينو اسيد رقم 6 بيبقى فيه فالين ويتم استبداله بجلوتاميك اسيد، لكن هو الواقع ان هو العكس، بيبقى موجود فيه جلوتاميك اسيد ويتم استبداله بفالين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.